ليلى فسد جمل أسطوري، أغراها الدخول في تجربة مجنونة جعلتها فريسة في قبضة ذلك الذي قال عنه أقرب للشياطين من البشر. واش غادي تنجح التجربة ديالها وتخلي منه قيس جديد كما راهنت على الجميع، ولا غادي تطيح في الشر ديالو الأعظم من كل خير فيها وتكتفي بأنها تكون أقربهن إلى قلبي كما وعدها متعاطفة؟ غادي نزوج منحرف. منحرف؟ انت كتكرريها مره اخرى. بقيت راجل يعاونني اني نلقى اني ناخذ الدكتوراه ديالي، همس لي في توصل ما غتلقايش خير مني باش يعاونك. طلبت منك الزواج اكثر من مره ديما كترفضي، وانا كنكرر الطلب ديالي مره اخرى. كنتمنى نتزوج منك يا ليلى. هزات راسها وهي كتشوف فيه. انا ما رضاش انك تكون هذا الزوج. علاش؟ كنبغيك انا بزاف. الا كان الرفض ديالك بسبب مراتي ولا ولادي ثلاثه، فانا كنوعدك ان قاطعته. صبر دكتور عبد الرحمن، انا ما غاديش نتزوج على قبل الزواج في حد ذاته. وعلاش غتزوجي؟ كنتزوج على قبل العلم. ضحك في سخريه وعصبيه وكيشوف فيها. كيفاش من على قبل العلم؟ حسات العنق ديالها الاعلى وهي كتقول على قبل العلم غادي يكون الموضوع ديال الرساله ديالي على البيئه معدل جريمه. يمكن شحال واحد ناقش هذا الموضوع من قبل، ولكن انا غنناقشه بطريقه مبتكره. ما سبقني لا تا واحد. غادي نعبر على هاد البيئه بنفسي، غادي نشارك منحرف حياته اليوميه، غادي نراقبه على قرب واش لاحظ العوامل اللي ادت للانحراف ديالو، غادي نجمع كاع داك المعززات ديال السلوك ديالو الاجرامي، ومن بعد غنحاول ان ندير ليه التقويم بشتى الطرق باش نلقى النتيجه اللي كنقلب عليها.